معاملة إنسانية تليق بأدميتهم ونضحت من كرامتهم. بادرت منظمة التعاون والإغاثة العالمية بصياغة مشروع قانون على اهتمامها وتعاونها معنا، وذلك من خلال 4 بلديات من بلديات ليبيا التي تعتبر محطة أخيرة. عندنا احتفالية باستعراض نتائج الدراسة التي أجريت بعض البلديات في ليبيا. الدراسة هذه طبعا نفذها مركز المتوسط للدراسات والبحوث التابع لمنظمة التعاون والإغاثة العالمية، وهذه الدراسة تعتبر من الدراسات الرائدة في هذا المجال، لأنها قامت باستطلاع عينات كبيرة حوالي 1200 عينة، وهذا يعد رقم كبير طبعا. اليوم نحتفل بالانتهاء من هذه الدراسة واستعراض نتائجها. مردودية العمل مين؟ المرافق لأن الابليكيشن هي نفسها تعطي في حال خطأ أو في حال شيء أنه يصلح وقتيا الشيء هذا. كيف نحكي شوية على مدينة الزاوية، لأن مدينة الزاوية عندها خاصية على المدن الأخرى. أول حاجة تم جزئين، تم الزاوية فيها شوية عجز لونها متغير. مرات هذه تم تحديدها بعد التحديد علاش؟ لان اول حاجه تم التي تمر بها الامه الليبيه القاطبه. نحن هنا نمثل وزاره العدل من اجل ان نشد على ايدي القائمين على هذه الدراسه في اطار تكامل ما بين المؤسسات الرسميه والمؤسسات الاهليه. نحن هنا من اجل أن نعطي رسالة ومن أجل احترام حقوق الإنسان. وزارة العدل تضع مفاهيم حقوق الإنسان، ولكن دائما قضايا الهجرة تأخذ مسارات مختلفة ومتعددة، ولكن بشكل خاص نحن الآن نعيش قضايا هجرة من نوع خاص. بمعنى قضايا هجرة فيها مسألة الآخرية، مسألة قبول الآخر، فيها العلاقة بين نحن والآخر. الآن هي مركز الاهتمام بقضايا الهجرة، هي الإشكال العويص لقضايا الهجرة الآن. نظاميين أما أثر سلبا عليها وعلى من يجاورها من الدول، وأن دخول الأجانب إلى ليبيا دون الحصول على تأشيرة بالدخول إليها من أجل البقاء فيها أو العبور. نحن هنا للاطلاع أو الاطلاع على نتائج الدراسة الميدانية التي أشرفت عليها هذه المنظمة بالتعاون مع منظمة هانس الأمريكية الألمانية، من أجل يعني الاطلاع على نتائج هذه الدراسة الميدانية التي تعنى بأوضاع المهاجرين بعيون ليبيا. هذه الدراسة الميدانية انصبت على 3 بلديات، منها الزاوية وصرمان وصراتة وكذلك زوارة، من أجل التعريف بكيف ينظر المواطن الليبي والمجتمع الليبي والمجتمع المحلي الليبي لهؤلاء المهاجرين، وهل يشكل وجود هؤلاء المهاجرون عبء او يعني عباء او التزامات على الدوله وعلى المجتمع الليبي، ومدى انعكاسات الاقليم ليبيا، وكذلك الاوضاع التي يعيشونها في هذا القطر الليبي، سواء كانوا هؤلاء المهاجرون عاملون ام كانوا يعني في مراكز الايواء.